للقانون بقى سيادة اللواء، طيب وعايزين شرح من حضرتك بقى على فكرة المخالفات والنقاط طيب احنا والحاجات بنقول دي. ان يعني عشان نبسط القانون، قلنا طيب نخليهم 5 شرائح، يعني ما تبقاش الدنيا سايحه على بعضها، وكل شريحه تتدرج بعد كده في العقوبه الجنائيه بتاعتها، اسف العقوبه المرورية بتاعتها وشده المخالفه. يعني الشريحه الاولى مخالفات الاشد جزامه يعني، ثم الشريحه الثانيه، ثم الثالثه، ثم الرابعه، الخامسه اللي هم بقى اللي هي سلع عكس الاتجاه والحاجات اللي هنقولها بسرعه دلوقتي يعني. اتفضل. طيب في الوقت نفسه قلنا طيب الشريحه الاولى من 100 ل 200 جنيه، الشريحه الثانيه من 200 ل 400، الشريحه الثالثه من 1000 ل 200 ل 2000 اسف، الشريحه الثالثه الرابعه من 2000 ل 4، الشريحه الخامسه من 4 ل 8. طبعا في ناس معترضه على شده هذه العقوبات، خصوصا في الرابعه، في الثالثه والرابعه. بقول لحضراتكم انه بيعرض حاليا على لجنه الامن والنقل في مجلس النواب، ومجلس النواب كما ترى له ان يخفض قيمه هذه الغرامه او لا يخفضها. بس حضرتك تتكلم على الشريحه الثالثه والرابعه للناس معترضين عليها، يعني انا شايفه قدامي المخالفات كبيره مش صغيره، يعني قيمه المخالفه تتكلم عن الخمسه، حضرتك تتكلم على انه خمسه. شريحه لا هم يعني الناس دول لك ازاي ليه بقى، لان في حاجه اسمها العود لو سيادتك، يعني برضو من ضمن الحاجات القانون بيقول ايه، بيقول لحضرتك ان انت، وحاليا حتى سياده اللواء اسمه 12 مدير المرور المركزي، ممكن بقى له 6 شهور مدي تعليمات لادارات المرور كلها، ان المواطن لما يجي يجدد عربيه سيادته لازم يسيب رقم معين باقرار منه ان احنا هنبعت له بيه الرساله لما تحصل لك المخالفه، لان حتى في مخالفات غيابيه كمان هتبعته طبعا. رسائل، ده يعني اساس كل واحد القانون، عمل مخالفه تيجي له بعد 60 تجيله. ثانيه حضرتك ارتكبت مخالفه في المكان الفلاني وعقوبتك كذا، اتفضل دي سيادتك. هايله، دي هتحصل، هتتفعل فعلا. ايوه فندم، ايوه فندم، الموضوع بقول لسيادتك حصل طفره، حتى لسه سيد وزير الداخليه، بس ده لسه طبعا كل الناس تخلف محدش لسه ليها هو حاليا بيعملوا البنيه الاساسيه اللي هي ايه؟ ان كل مواطن عنده عربيه ما يجي يجدد بيسيب رقم التليفون اللي هو مسؤول عنه، هبعت لك عليه واتس او رساله زي ما حضرتك عايز.